ده شخص غير عادي، شخص غير عادي في حياتي. الحاجات اللي مرينا بيها في السنتين اللي فاتوا دول، احنا اتحبسنا في مرة في شارع وظابط بيضرب علينا نار حي وطلعنا، دخلنا مرة بالصدفة مظاهرة المؤيدين مبارك وكنا هنتذبح وطلعنا. وفي اللحظة اللي احنا كنا حاسين فيها بالأمان وقع. يعني لغاية دلوقتي مش مستوعب ان هو وقع. يوم الاتحادية انا كنت نازل من البيت، وكانت كنت بحاول بقى انزل، نزلت متأخر جدا بسبب ان مراتي مش عايزاني انزل، وحاسه ان قلبها حاسس انه في حاجة غلط هتحصل. نزلت وكلمته، وكنت عارف ان هو هناك، كنت متأكد ان هو هناك، مكنتش اعرف بس كنت متأكد ان هو هناك، وكنت متأكد انه مش هيرجع بدري. وقلت لها على الاقل اجيب حسيني عشان معوش عربية وهيجي ازاي في المواصلات وحاجات كده وبتاع. وصلنا، وصلنا شارع خليفة مأمون. خليفة مأمون داخلين في حالة رعب لأول مرة، لأول مرة. أنت مش عارف مين بتضربه ومين بيضربك، لأول مرة اللي أنت بتضربه واللي بيضربك مش لابس رسمي، مش لابس ميري. قعدنا حوالي 3 ساعات، يعني 3 ساعات، وكان حسيني وهو راجع معايا من عند المستشفى الميداني. كان مستغرب جدا لان كل الشوارع دي كان مسيطر على الاخوان في الاول، وكانت عشان كده التليفونات بتجي لنا بتقول لنا ما تعدوش من عند مش عارف ايه، ما تعدوش من عند. واستغرب جدا وقال لي كويس قوي، كويس قوي ان هم رجعوا، كويس قوي ان هم المكان فضي والناس امان، يعني ما تقدر تمشي بامان. ورحنا عند الملغاني، دخلنا نشوف القصه ايه، وابتدى هو يطلع الكاميرا برضو يصور. وقتها تقريبا ما كانش في حد تاني ماسك كاميرا بروفيشنال، او حد تاني واضح ان هو بيصور بشكل بروفيشنال، كان وما كانش بيصور من بعيد. دخلنا قريب جدا، يعني كنا على بعد 10 15 متر من الاخوان، وهو كان قادر يجيب صور ملامحهم، يعني وقادر يصور. هو كان مصور طول اليوم لقطات ليهم بأسلحة مختلفة، وفي المرة الأخيرة دي صور فيديوهات كتير ليهم بالسلاح. وهو كان فاهم كويس قوي ان دي أدلة مهمة قوي على اللي بيحصل. وقبلها، قبل ما انزل من البيت حتى، كان في قنوات كتير قالت انها مش قادرة تصور ان بيتضرب عليهم نار، وكل اللي معاه كاميرا بعد. وهو كان مصر ان هو يدخل ويقرب جدا منهم. في وسط ما هو بيفرجني حصل ضرب نار شديد على 10 طلقات ورا بعض. بعدين سمعت صوت زنة، صوت زنة، وسمعت وراها على طول صوت ترشات العظم بتاعت جمجمته. أنا كنت حاطط إيدي على كتفه، مكانش في بين دماغي ودماغه مفيش حاجة، يعني كنا ساندين دماغنا على دماغ بعض. سمعت صوت كويس أوي، مرة واحدة وقع. وقعت حوالي بتاع 10 ثواني، مش فاهم، مش زعلان ولا فرحان ولا اي حاجة. عارف لما بقى في فيلم شغال والصوت يتكتم، نفس القصة دي. وانا جاي، ده كان اخر صوت سمعته، اخر صوت سمعته. وبعدين حاجات سكتت، قعدت حوالي 10 ثواني تقريبا، معرفش، ما اقدرش اقعد حتى شوية كده، مش فاهم، مش حاسس باي حاجة. بعدها ابتديت ادرك انه ده حسين الواقع. اول ما عدلت دماغه عرفت، يعني عرفت المصيبه قد ايه. وما اهتمتش في الحقيقه خالص، وما فهمتش غير بعدها بساعتين ثلاثه، لغايه لما دخل العنايه المركزه وابتدى الدكاتره يشتغلوا عليه يعني. وابتديت اقعد مع نفسي، ابتديت افهم الموضوع كله كان بسبب الكاميرا. انا ما اعرفش ايه اللي كان مصوره حسيني خلوهم يعملوا فيه كده. تم اغتيال حسيني عشان هو صور حاجة هم مش عايزين حد يعرفها. وهنعرفها. ربنا يشفيه. مش قادر خلاص.
انا اسمي الحسين ابو ضيف، عضو لجنه تنسيقيه لحركه كفايه. احنا النهارده جايين نتظاهر قدام السفاره البريطانيه في ذكرى وعد بلفور المشؤوم اللي صدر سنه 1917 في تاريخ 2 نوفمبر. الفكره ان احنا جايين نقول ان ارض فلسطين هي ارض عربيه، وان من لا يملك اللي هو الاحتلال البريطاني اعطى من لا يستحق اللي هو العدو الصهيوني ارض فلسطين. الحسيني هو الوحيد فينا تقريبا اللي ما يأسش لدرجة انه كان الشهر اللي فات قرر انه ينزل يعمل مظاهرة ضد وعد بلفور. كل سنيننا اللي فاتت المشتركة اللي كانت فيها الجرنان وفيها الثورة، الحسيني كان طول الوقت موجود على السلم ده في كل الوقفات الصغيرة والوقفات الكبيرة، كانش بيسيب صحفي محتاج لحاجة ومبيقفش معانا. طبعا الحسيني هو اول واحد كان بيقف وبيكشف الفساد بطريقة بشعة، حكالي كتير قوي عن تاريخه وعن حياته وقد ايه هو كان بيقف للظلم ويكشف الحقيقة، وفي الاخر خالص واخر حاجة انا عن نفسي بقول يا ريت ما كان جابها، يا ريت ما كان حتى يعني كان يومها اسود يوم ما جابها الكاميرا دي. الكاميرا جابها بقول له يا حسيني طب انت الفيديوهات اللي بتعملها دي، عمل لي فيديوهات كتيره جدا. انا بقول له الفيديوهات اللي انت بتعملها دي انت ده شغل ولا ايه النظام؟ قال لي لا يا ماري شغل ايه، انا كل همي ان انا اكشف الفساد وكل همي مصلحه البلد. الحسيني لم ييأس، يعني فضل مصر على نفس الطريقه، شغل الدفاع عن اهل الشهداء، عن المصابين، عن التحرير. الحسيني معانا في حركه مينا دانيال، هو من الاعضاء التاسيسيين لحركه مينا دانيال، وعلى طول مع بعض على طول. انا الحسيني بالنسبه لي وده التوصيف الصح اللي اقدر اقوله، الحسيني بالنسبه لي اخويا حقيقي. جت الثوره و حسين رجع زي الاول، يعني رجع لمرحله قبل ما كان خلاص يكفر بان في حاجه هتتغير في البلد. لما شاف الناس عينيه دمعت وحس ان هو اللي كان بيعمله كان شايفه غلط، او مش كان شايفه غلط، اللي كان بيعمله اللي كان يئس ان هو يجيب اي نتيجه جاب نتيجه مره، يعني فجاه جاب نتيجه. يعني المسيرة الوحيدة اللي تخلف عنها الحسين أبو ضيف ومرحاش من نقابة الصحفيين هي المسيرة اللي بسبب إن هو في الغيبوبة، إن هو اتقتل بالرصاص، إن هو راح قال يسقط حكم المرشد فرجع جثة موجودة قدامنا في المشروع في المستشفى. أنا لما بخش المستشفى وببص لوشه بحس إن مش ده الحسين اللي أنا بعرفه، أنا مش عارف الحسين راح فين. حسين راح مظاهرة ما رجعش. حرية فينك؟ الإخوان بيننا وبينك. الإخوان بيننا وبينك. إسماعيل يا أخانا. إسماعيل يا أخانا. كيف العتمة في الزنزانة؟ كيف العتمة في الزنزانة؟ كيف السجن والسجانة؟ كيف السجن والسجانة؟ حبس الصحفي عار وخيانة.